على مدار الفترة الماضية أطلقت الدولة المصرية رسائلها التي تعبر عن رؤيتها الثابتة منذ اليوم الأول للحرب في قطاع غزة، أكدتها أمام المحافل الإقليمية والدولية، كما كانت الأفعال خير توثيق لذلك. هذا وأعاد الرئيس السيسي التأكيد على تلك الرسائل من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من قادة وزعماء العالم، مشددا على أن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية على حساب دول الجوار، وهو الأمر الذي أيده القادة في أحاديثهم. ربما ضمن هذه التأكيدات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية كان أبرزها لقاء الرئيس السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على هامش قمة المناخ في دبي، والتي أكد فيها الجانبان على ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين. تأتي الرسائل المصرية التي أكدت منذ اليوم الأول بأن تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم خط أحمر ولن تسمح الدولة المصرية بتجاوزه. هذا وستظل مصر تقوم بدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية على الصعيدين الإنساني والسياسي، وهو الدور الذي برز بشكل خاص منذ بداية أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة. لمزيد من التفاصيل والنقاش انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق، أنا برحب بك معنا إلى هذه التغطية عبر شاشة أكسترا نيوز. تحياتي أستاذة سمر وكل المتابعين. ربما تتابع دكتور طارق يعني تدفق أعداد ليست بالقليلة إلى يعني رفح الفلسطينية من قبل النازحين المدنيين من الفلسطينيين، كيف ترى خطورة هذا المشهد ويعني اقتراب تلك الأعداد من الحدود المصرية ورفح المصرية؟ طبعا يعني واضح أن المنهج الإسرائيلي هو تلك الضربات المستمرة واستهداف المدنيين بدل من استهداف جماعات المقاومة، في صعوبة بالغة في أن يصل إلى جماعات المقاومة فيستأسد على المدنيين العزل الذين لا ذنب لهم ولا جريرة فيضطرون إلى ذلك النزوح، وحتى ذلك النزوح من شمال غزة إلى جنوب غزة هو لا يوفر لهم الممرات الآمنة، وأيضا يتعرضون للقصف والقتل والتقتيل. فحتى أن يعني الهيئات الدولية أكدت أنه لا مناطق آمنة في غزة. للأسف الشديد هذه السياسة، وإن كان في تصريحاتها أنهم يعني لا يريدون التهجير أو التهديد، ولكن واضح أنهم ماضون في ذلك السيناريو. لكن سياسة مصر الثابتة وكلام الرئيس السيسي كما قال بلسان عربي مبين وتحذير واضح، ويعني تلقى هذا التحذير معظم يعني الدول والقيادات أكدت تفاهمها ويعني تقبلها ومدى حرصها على ذلك، أنه أمن الدولة المصرية هو خط أحمر ورفض التهجير في كل الأحوال. لكن يعني دائما يعني إسرائيل هي وكأنها فوق القانون الدولي، وأنها لا ننسى أنها قالت عن قرار الجمعية العمومية الذي صدر منذ ما يربو على الشهر أنه قرار مشين. فأتصور يعني سلوك الدولة الإسرائيلية سلوك يعني يتسم بذلك الصلف وعدم مراعاة قواعد القانون ولا القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني. حضرتك أشرت لمسألة تمسك مصر بقرارها ومبدأها بمسألة رفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم إلى خارج أراضيهم وبالأحرى إلى مصر، وربما عرضنا منذ لحظات يعني الآن أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول أنه يخطئ من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه. إذن هناك تلاقي بين وجهتي النظر، بين وجهة نظر النظر المصرية وبين يعني الرغبة الحقيقية للشعب الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه. بالفعل هناك تلاقي ما بين الإرادتين، إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، في عدم تصفية القضية، في عدم تهجير الفلسطيني. الفلسطيني لا يريد أن يهاجر أو يرحل من أرضه، بل يريد العودة إلى أرضه والتشبث بهذه الأرض. والمصري مع كما نقول يعني قيادة وحكومة وشعبا في عدم تصفية هذه القضية،
في تسوية القضية، تسويتها بإعادة الحقوق إلى أهلها، إعادة الحقوق الفلسطينية إلى أصحابها وعدم التصفية. وكانت رؤية الدولة المصرية رؤية يعني واضحة ومحددة، ويعني روشتة كروشتة الطبيب المعالج التي تحدد تشخص وتحدد العلاج وتوصف توصيفا سليما، توصيفا موضوعيا علميا دقيقا، يعتمد على يعني قراءة المعطيات ودقة التفاصيل. وأتصور أنه يعني هذه الجهود المصرية ومواصلة الاتصالات وتكثيف التواصل واللقاءات ويعني العمل على تخفيف ذلك التصعيد وإيقاف هذه المجازر وتقديم الجهود ومحاولة احتواء هذه المراوغات الإسرائيلية في تقديم المجهودات والدعم الإنساني والتأكيد على رفض التهجير وأن أمن الدولة المصرية هو خط أحمر. كل هذه السياسات المصرية سياسات واضحة، سياسات كاشفة، سياسات يعني حازمة وحاسمة في هذا الإطار. ولكن يعني الدولة الإسرائيلية بكل تلك الممارسات هي تأكيد على ذلك الفشل، ذلك الترنح والتخبط، أنها حكومة متطرفة، أنها حكومة متورطة في العديد من الجرائم والفساد، وأنها لا تريد أن تنزل من أعلى الشجرة، تريد يعني استمرارها في هذه المجازر، لأنه بمجرد إيقاف هذه المجازر وهذه الحرب القذرة ستتم المحاكمة والحساب والتحقيقات. لكن كل ذلك الدولة المصرية ماضية في طريقها، احتواء التطورات المتسرعة وإحياء الأمل في نفوس الفلسطينيين ومخاطبة الضمير العالمي وإحياء ذلك الضمير واستمرارية التنسيق والتعاون ودفع ذلك المجتمع الدولي للتكتل لكي يطلع بمسؤولياته. وتصور أن هذه المجهودات المصرية يعني شاهدنا الأمين العام عندما يعني استمسك بالمادة 99 وقال أن في ذلك يعني هذا الوضع الكارثي ما يهدد السلم العالمي. نعم، يعني كيف رأيت هذا التصرف دكتور طارق، وهو استدعاء الأمين العام يعني للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمادة 99 بعد إخفاق المجلس وتكرار الإخفاق في يعني إقرار هدنة أو إقرار مادة لوقف إطلاق النار؟ يعني الأمين العام يعني أتصور أنه يعني مدان من كل الأطراف، سواء الطرف الفلسطيني والعربي الذي يجد أنه لا يتخذ ما يجب أن يتخذه، أيضا الإسرائيلي الذي يرى فيه أنه هو شخصيا بيهدد السلم العالمي. هذا صلف إسرائيلي لا شك في ذلك، وخروج عن القواعد وعن اللياقة والدبلوماسية، وهذا ما اعتادت عليه إسرائيل واستمرت. ولكن أتصور أنه بالفعل يعني ذلك التخبط واستمرار ذلك العدوان، وبعدما توصلنا إلى هدنة استمرار هذه المجازر، كل ذلك يهدد السلم العالمي. وكما أكد أيضا يعني هو يقول ويردد ما قاله الرئيس السيسي من قبل، أن الأمور قد تنفلت من عقالها، أنه بين ليلة وضحاها قد تتدحرج وتنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. أيضا في ضوء أنه يعني هذه السياسة الأمريكية المتخبطة أيضا تجاه السياسة الإسرائيلية، هم يعني يقولون يتحدثون الآن عن ضرورة يعني قتل المدنيين بأعداد أقل، مراعاة قتل المدنيين، عدم الإسراف في قتل المدنيين. نعم. يعني وكأنهم يطالبون بقتل أخف، بقتل أقل قسوة، أقل حدة، يعني أمور عجيبة في منتهى السخافة. هذه الأمور والتطورات الدامية في قطاع غزة طبعا يعني متفقين دكتور طارق أنها تدفع المدنيين باتجاه التهجير والخروج من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. كيف رأيت لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعني نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس في على هامش قمة المناخ في دبي، وتأكيد الولايات المتحدة المتكرر أنها تدعم القرار المصري برفض التهجير ورفض يعني نقل الصراع، وأن تكون سيناء بؤرة ل يعني تبادل الصراع بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين من أراضيها؟
يعني رؤية الرئيس السيسي هي رؤية المؤسسات المصرية، تلك المؤسسات التي يعني بتتشبث بقواعد القانون الدولي وتحترم سيادات الدول وتحترم السيادة الوطنية للدولة وتعمل على الحفاظ والذود عن الأمن القومي والتراب الوطني لهذا البلد. هذه ثوابت الدولة المصرية، يعني لا تبديل فيها ولا تغيير. فأتصور أن الرئيس السيسي عندما بيلتقي بهذه القيادات، سواء كان بجو بايدن، سواء كاميلا هاريس، سواء إيمانويل ماكرون، أي قيادات دائما بينقل هذه الوجهات الثابتة الصادقة، هذه يعني وجهات الدولة القانونية التي تتشبث بالقانون، رائدها هو القانون والعدالة. فتصور أن هذه الأمور بتلقى يعني ترحابا وقبولا وتفاهما من كل قيادات العالم، وتأكيدا على تجاوبها مع هذا التوصيف المصري ومع هذه السياسة المصرية. ولكن في نفس الوقت هم يعني يمدون إسرائيل ويساعدون إسرائيل ولا يضغطون إسرائيل بالشكل الكامل. فإذا أتصور أنه الخطاب الأمريكي فيه شيء غير قليل من النفاق، ذلك أنه مع أنه تأكيد للسياسة المصرية والثوابت المصرية، ولكنهم خطابهم لا إنساني عندما يعني يتحدثون عن أعداد القتلى وأنه يلزم أن تقل أعداد القتلى، لكنهم مع استمرار هذه العمليات. ولو أنهم مارسوا ضغوطا حقيقية على الإسرائيليين لتوقف نتنياهو على الفور، ولكنهم وكأنهم يتحدثون عن إتيكيت سفك الدماء، آداب القتل، بمعنى أنه يعني ماذا يريدون؟ هل 15,000 17,000؟ يعني ماذا يكفي وما هي الأعداد المطلوبة في وجهة نظرهم؟ هل 10,000 كانت كافية؟ هل 5,000 كانت كافية؟ إذن حضرتك دكتور طارق بترى أنه رغم اتفاق الولايات المتحدة مع وجهة النظر المصرية والقيادة السياسية المصرية برفضها التهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة، إلا أنها لا تضغط ضغطا حقيقيا على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الإبادة التي يعني يضطر على إثرها المدنيين للنزوح، يعني لا مجال لغير ذلك. بالفعل يعني مع أنها يعني أصلا لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غير الولايات المتحدة أن يختلف أو يزيد على مواقف الدولة المصرية، ذلك أن الدولة المصرية دولة قانونية حضارية. هذا يعني رؤيتها المصرية ومبادئها ومبادئ الدولة المصرية وما يعني تعلن عنه وتفصح عنه من سياسات كلها يتسم بالقانون، يتسم بالسلوك الحضاري. مصر دائما تطالب بتفعيل القرارات الدولية، بتفعيل الشرعية الدولية، بتفعيل كل القرارات ذات الصلة، القرارات التي صدرت عن الضمير العالمي، عن المجتمع الدولي، سواء قرارات مجلس الأمن، قرارات أو توصيات الجمعية العمومية. فهذا هو دائما يعني دين وديدا السلوك الدولة المصرية في امتثالها وتطبيقها لقواعد القانون الدولي. فلا تستطيع الدولة في العالم أن تخالف هذه الوجهة، وجهة النظر المصرية. فمصر عندما نقول أنها ليست فقط ركيزة الاستقرار وليست فقط يعني ذلك الثقل الحضاري، وإنما أيضا هو ذلك السلوك السياسي الرصين المتسم بالحصافة وبمراعاة القانون وبمراعاة الشرعة الدولية وتطبيق كل القرارات والقوانين ذات الصلة. فأتصور أنه فيما يتعلق باحترام سيادات الدول، فيما يتعلق بعدم التهجير، بعدم الافتئات على التراب الوطني، بعدم يعني كل هذه هي مبادئ التنظيم الدولي. لكن يعني فيما يتعلق بالولايات المتحدة، الولايات المتحدة إن كانت جادة فكانت ستضغط بشكل كاف على الإدارة الإسرائيلية لكي تمتثل وترضخ لما يراه المجتمع الدولي، لأن العالم القضية أصبحت يعني معروفة للكافة، يعني رب ضارة نافعة. يعني هذه المجازر عرت إسرائيل وعرت أمريكا وكشفت للعالم كله أبعاد هذه القضية وتصورات الدولة المصرية، وكيف أن مصر تعمل يعني بأدوارها القيادية على عدم تدهور الأوضاع وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة وفي هذا العالم، كما أكد جوتيريش أن هذا فيه تهديد للسلم العالمي. ومصر تعمل ليل نهار ساعة بساعة. يعني هل يتحمل النظام العالمي والولايات المتحدة توسع رقعة الصراع دكتور طارق؟
أو بالأحرى يعني تصعيد مصري أو دخول مصر أو أطراف أخرى على يعني على الخط؟ الحسابات والمنطق يعني يقضيان بضرورة الانصياع، ولكن للأسف هذه الحكومة المتطرفة عناصرها الإجرامية، ولا نقول عناصرها الإجرامية يعني نفتئت عليهم أو نتجاوز، وإنما بالفعل نحن نقوم بتوصيفهم، هم متورطون في جرائم فساد، في رشا وتربح واستيلاء على مال عام وجرائم وفشل سياسي وأمني واستخباري. إذن كل أنواع الجرائم الجنائية والسياسية والأمنية هم متورطون فيها. بمجرد أن تتوقف هذه العمليات ستتم المحاكمة. لذلك هي يعني سلوك الحكومة الإسرائيلية لا يتسم بالعلم، لا يتسم بالدقة، لا يتسم بالحسابات والمنطق، لا يتسم بمراعاة الصالح الإسرائيلي أو مراعاة صالح المواطن الإسرائيلي. يعني نتنياهو لا يهتم لصالح إسرائيل، لا يعمل على صالح المواطن الإسرائيلي، ويعمل على صالح ذاته، صالح مستقبله الشخصي الشخصاني. ذلك أنه هو وكل عناصر تلك الحكومة متورطون في مثل هذه التجاوزات والجرائم. نعم. لذلك نجد هذا السلوك الإسرائيلي بالشكل الموجود الحالي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.